السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير. احوالكم ان شاء الله بخير. في هذا الفيديو جبنا لكم واحد جوج معلومات. المعلومه الاولى مفيده والثانيه خطيره، ضروري ترد ليها البال. لهذا غادي نهضروا على الهاتف وغادي نوضعوا واحد التساؤل نفوسنا، واش هذا الهاتف ممكن يضيع لنا ولا يمشي لنا ولا يسرق لنا؟ بطبيعه الحال نعم. لهذا اي واحد عنده الهاتف كيدير له اما الشيمه اما الكود اما البصمه باش يحافظ على المعلومات اللي فيه، اما تصاور اما الفيديوهات او ملفات مهمة. لا قدر الله طاح لك التليفون ولا مشالك، اي واحد كيلقاه ضروري يبغي يفتحو كيلقى الكود من هنا كي فورماتيه، كل شيء كيمشي، المعلومات كتمشي وانتهاني حتى لهنا مزيان. ولكن المعلومة الخطيرة، اي واحد عنده التليفون كتلقى عنده داير كارت ميموار، فاش كيعمر له التليفون كيبغي يخوي ستوكاج الكارت ميموار، اما ملفات اما فيديوهات او صور كيردهم الكارت ميموار. ولكن الا طاح لك التليفون وفيه كارت ميموار ولقاه شي واحد ولا تسرق لك، ضروري يحيد كارت ميموار ويديرها في شي تليفون اخر ولا يحطها في البي سي ويهز لك المعلومات، وهنا غادي توقع لك كارثه. يعرف المعلومات ديالك والملفات ديالك وتصاور الفيديوهات ويقدر يستفزك بهذه المعلومات. لهذا غادي ننصحكم بواحد سميتو ديروا الكود الكارت ميموار حتى هي لا قدر الله مشالك تليفون ولا تسرق لك، حتى كارت ميموار يلقاها مكودية وما عندوش اي حل. لهذا غادي نوريلك الطريقة كيفاش دير الكود الكارت ميموار باش تحمي نفسك وتحمي الهاتف ديالك وتحمي المعلومات ديالك. ما تنساش الى عجبك الفيديو تبارطاجي مع اصحابك وتشارك معنا ودير جيم وتبارطاجي، ما عندك ما تخسر، ما كانش المزاح. تبع الفيديو حتى التالي. كما قلنا لكم على بركة الله غادي ندخلوا الاعدادات، غادي نديروا البحث الفوق، غادي نديروا تشفير بطاقة اس دي، هي تشفير بطاقة اس دي، غادي نكليكيو عليها. من بعد غادي نهبطوا لتحت، غادي تلقى تشفير بطاقة اس دي، فاش تكليكي عليها غادي يطلب لك الكود اللي غادي دير باش تحمي هاد كارت ميموار وما عندك باش تخاف الى جلالك الهاتف او تسرق لك البطاقة ديال كارت ميموار محمية بملفات ديالها والفيديوهات والتصاور اللي كاينين فيه، ما تخافش يلقاهم حتى واحد. نتمنى يعجبك الفيديو، ما تنساش تبارطاجي مع اصحابك، وشكرا على المشاهدة في فيديو قادم ان شاء الله.